النهارده موضوع حلقتنا ازاي تعرفي ان الشخص اللي قدامك ده بني ادم فيك. لما بلاقيه بيكتب على الفيسبوك حاجات غير الحقيقه خالص. يعني بيعيش في دور ان هو بني ادم تاني اللي هو لا على فكره ده مش انت اللي بتقول الكلام ده. مش دي الشخصيه اللي انا اعرفها. ايوه. او البق ده ما يطلعش الكلام ده خالص. يعني. ايوه بيقعدوا بقى يكتبوا حكم ومواعظ وهم اصلا يعني شخصيات ملسة. وانت بتقري بقى البوست ده بتبقي ميته ضحك طبعا. طبعا. اللي هو يكتب لك مثلا بوست هذه الحياه التي نعيش بها ما هي الا مجرد رمال وانت تقولي عبيط. تلاقيه واخد حاجه كوبي وحطيتها ويقول لك انا شخصيه عميقه. مثقف. مين ده؟ طب مين تاني مثلا الاء؟ اللي بيعمل نفسه بيتكلم انجلش حلو قوي عشان يبين نفسه ان هو يعني من مستوى اجتماعي معين وهو اصلا مش من الليفل ده. أيوة. طب ليه؟ عيش عيشة اهلك يعني. يعني تلاقيه اصلا يقول لك الاء ال هاي بيبي ازيك وهو اصلا يعني بيعمل دماغهم كده؟ ايوه هاي ازاي؟ عشان بقى يبقى ستايلش فشخ. قوي 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 اللي هو انا ستايلش جدا. دي انت بتحبي الناس دي؟ لا يعني خالص عمرك ما تحترمي. انا احب الناس اللي هو عادي يعني نقعد على الكشك جنب الكشك ونشرب عصير. ايه المشكله يعني؟ بطبيعته يعني عادي. ايه المشكله؟ بس ممكن هو مثلا ايه يكون شايفك ان انت بقى. لا في ناس بيبقى هو ده اصلا هو اتربى كده وطول عمره كده وده ستايل عشته وده ستايل كده وكل حاجه. في بقى واحد تاني اصلا ما بيبقاش من الكاتيجري ده وما تربوش كده بس لازم يمثل. وانا عندي عربيه مش عارف ايه وهو اصلا بيمشي على رجليه. ده حقيقي. ده مش اللي بيمشي على رجليه عيب. من ورا. مش بيمشي على رجليه. الافضل بالنسبه لك ان انت تكون على طبيعتك. ايوه. الناس تقبلك. الناس تقبلك على طبيعتك. لو الناس ما قبلتكش يبقى انت اللي عندك مشكله. صح. مش شرط ان انا عشان اجمل نفسي قدامك فلاقي نفسي. لازم اكذب وابقى فيك والجو ده.